بيت الكلب دهوت بعد اللي عمله معانا. يا سيدي ان كان ليك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي. يا سيدي ده ما رضيش يشهد زور معانا. اهو اديك قلت يشهد زور، عايز الراجل الطيب القمر ده يشهد زور؟ حرام. ايه ده بقى؟ مفيش حاجه. الله قمر في ايه؟ انا بكرهه اكتر منك يا اخي، بس لازم نقعد هنا عشان مفيش حته تانية نقعد فيها، فلازم نطوع يا عمر. يعني ما كانش في غير الكلب ده اللي نقعد عنده؟ ما فيش غير الكلب ده اللي نقعد عنده. يعني انا كنت اعمل لك ايه؟ قعدك فين؟ في الفوت. يا استاذ نور في ايه؟ رجلك والكنبه عيب ما يصحش. ماشي يا حوزه اهو، وما حصلش حاجه. وايه اللي ما حصلش حاجه؟ انت هتسيبه يتحكم فينا يا اخي؟ والله انا ما طايقه بقول لك. لا يا جماعه نركز ونامي بعد اذنكم، وانسوا السبهلله اللي انتوا كنتوا عايشين فيها. البيت ده منظم، واللي اوله شرط اخره نور. استاذ نور مش هتفرق، المهم ان في تعليمات في البيت ده لازم نمشي عليها. يعني الفطار هيعمله عموره. عموره مين يلا؟ انت ايه عموره دي يلا؟ ايه ده؟ انت عموره بيدلعك يا عموره. خلاص بقى احنا قلنا ايه؟ ماشي يا نور. ونرنوره يغسل المواعين. مواعين مين اللي يغسلها ونرنوره مين يلا؟ انت هتصاحبني يلا؟ انت اتجننت يلا؟ غلطاني بدلعك؟ انت شغال عندي يلا، انت تدلعه وتقول له عموره، لكن انا اوعى يلا. انا ياما قلت لك نرنوره واحنا مع بعض. خلاص يا نور، خلاص ابلعله، مفيش حاجه. ماشي يا استاذ، الفطار هيعمله عموره والمواعين هيغسلها نرنوره، بسبوزه بقى هتعمل ايه؟ لا بسبوزه عنده محل كهربا بياكل منه عيش، امال انا بصرف على الاستاذ منين؟ نعم؟ ايه ده؟ هو بيصرف عليك؟ نعم، يصرف على مين؟ ده عنده محل كهربا، ده وشه مضلم. يلا اعمل لنا شاي يجري. حاضر. اقسم بالله ما مصدقك، وكتاب الله ما مصدقك، هتسيب كلب زي ده يتحكم ويبيع ويشتري فينا؟ لا عادي، ننزل نبات في خرابه عشان تتبسط انت. انا حطيت لكم الشاي على النار، حد يقوم يصب. ما تخلينيش اصب لاهلك. في ايه؟ انا غلطان؟ ايه اللي حد يصب؟ ما تخش تصب انت، ولا هنعمل الشاي كلنا على مراحل يعني. يعني انا غلطان؟ خلاص ما فيش حاجه يا استاذ بنجاوي، تمام انا اللي هصب الشاي، انا ابريق الشاي، هصب الشاي وارجع هنا. وبعد اذنك الموبايل يبقى سايلنت في البيت. ليه؟ واحنا في عزا يا عم؟ هي التعليمات كده في البيت ده. نور اعمل سايلنت. ماما ماشي. نعم. يا ماما. الو. ايوه يا نور يا حبيبي، انتوا فين؟ احنا عند بالزاويه يا ماما. طب بقول لك ايه، ده ناي انا كنت بدردش مع عمتك، قلت لها يعني ممكن يجوا يقعدوا هنا، قالت لي طبعا ينوروا البيت بيتهم. بجد؟ الحمد لله انك نجتينا. طيب يا ضنايا، مع السلامه. انت بتعمل ايه؟ ده كده كتير والله كتير، مخليني اعمل له مساج وبيقول لي اعمل لي مزيكه بيتهوفن ببوك. ايه ده؟ بس سيبني بقى اعمل له مساج. حبيبي. حبيبي. ايه النور ده؟ ايه ده؟ حبيبي. يلا خش اعمل لنا شاي يلا. حاضر. اخلص. انت اتجننت تضربه على فاه؟ ايوه اضربه على فاه. قاعدين عنده يا ابني. قاعدين عنده ايه؟ خلاص لقينا مكان نقعد فيه. بجد؟ ايوه. فين؟ عند عمتك ناهد. عمتي ناهد؟ واروح اشوف منا بنت عمتك نايت؟ ده انا عايش خدام تحت رجلين الكلب بالزاوي دوت، ولا اشوفش وش منا شلبي دي. ياد يا حمار، في اوضه مظبطينها لنا هناك، اوضه حلوه ونضيفه احسن من العفانه اللي هنقعد فيها هنا. ولا ده يتحكم فينا، ولا خلاص ما بقاش عندك دم. صح. لا ماشي صح. الشاي بعد ما تشربه كله قاعد يغسل كوبايته. حطيت سكر في الشاي؟ طبعا. حطيت قد ايه؟ معلقتين في كل كوبايه. مين قالك ان احنا بنشرب معلقتين؟ احنا ما بنشربش سكر خالص في الشاي. واسمع بقى التعليمات الجديده. تعليماتنا بقى. انت بقى مش عايزني احط رجلي؟ لا 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 والنبي. لا بس لا والنبي. لا اديني واقف لك اهو. لا الكتف بتاعك حرام. لا والنبي حرام. ايه ده؟ لا لا.